من سيدي بالعباس وفي محطته الثانية بغرب البلاد لنهار اليوم، خصص المترشح الحر عبد المجيد تبون خطابه للشباب، أين أكد أن 80% من برنامج الانتخابي مخصص لهم، واعدا بتقليدهم مراتب سامية في الدولة في حال انتخابه رئيسا للجمهورية. يشرف بلادنا أن غدوة يكون فيه رئيس بلدية مولا 25 سنة، رئيس مجلس شعبي بلدي، رئيس مجلس شعبي ولائي يكون في عمره 26 27 سنة. أنا نكون همزة وصل بين جيل وجيلكم انتوما. جاء الوقت نتاع جيلكم، جاء الوقت نتاع الجيل هذا الصاعد، جامعيين وغير جامعيين. تبون تعهد بإصلاح المنظومة الجامعية وجعلها أحد أسس بناء الدولة والاقتصاد الوطني من خلال تشجيع الكفاءات المتخرجة منها. اقتصاد المعرفة بالجامعيين، والجامعة ما تبقاش كما راها، الجامعة ما تبقاش توزع المصادر الشهادة. ما يفيدش وما ينفعش إلا كان نبقوا نتزاحموا الليسانس LMD ولا غيرها، والماستر والدكتوراه باش نمشي للبطاله. الجامعه خصها تقبض الاقتصاد الوطني، تقبض السياسه الوطنيه. القضاء على الرشوه والفساد واعاده الاعتبار لكل مظلوم ابرز تعهدات المترشح عبد المجيد تبون في حال اختاره الجزائريون رئيسا للبلاد.